أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تجربة شاعر سوري أكل النزوح من قصيدته وعمره ما أكل. معنا عبر سكايب الشاعر السوري حسن قنطار. حيا الله أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك في بيت القصيد. يا مرحبا بكم، تشرفت بهذه الاستضافة الطيبة في بيت القصيد الرائع الجميل. نحن أكثر سعادة أستاذ حسن، شاعرنا السوري المتميز حقا. في البداية وقبل أن نذهب إلى الشعر، دعنا يعني نسقط الضوء قليلا على سيرتك الذاتية أو ما تحب منها لتخبر به جمهور بيت القصيد وعموما من يتابعون هذه الحلقة. تفضل. سلامكم الله. أختزل لأقول حسن قنطار ابن لقرية من أعمال ريف حماة، سرق حليب طامعون فآثر إلا أن ينجو بنفسه وفكره وحريته إلى ديار الهجور. مجاز في الدراسات العربية والإسلامية من دمشق، أعمل على رسالة الماستر في اللغة العربية، صدر لي 4 مجموعات أدبية آخرها وشاية القلم عن دار ديوان العرب في مصر. جميل جدا. إلى أولى النقاشات أو المسائل، أولى المسائل التي نطرحها في بيت القصيد أنا وأنت أستاذ حسن، يعني ماذا عن نظرتك الشخصية لسطوة الأشكال في القصيدة العربية وما تجلبه من خلافات، وربما كنت ضد هذه التسمية سطوة الأشكال؟ تفضل. باعتقادي أستاذ مصطفى أن كلمة سطوة الأشكال يعني فيها شيء من الإجحاف قليلا. فأنا لا أستطيع أن أسميها سطوة بمقدار ما أسميها إثراء باذخا للغة العربية والأدب العربي. عظيم. نعم، القصيدة العربية والأدب العربي موزع بين قصيدة ونثر ومقالة وخطابة. هذه الأشكال بعمومها تشكل إثراء باذخا للغة العربية. جميل. سواء كان ذلك في نظام الشطرين أو التفعيلة أو النظام الحر على ما يسمى الآن بقصيدة النثر. نعم. والذي لا زالت بين أخذ ورد إلى وقتنا الحاضر. هذا الأخذ والرد، هل ترى أنه أخذ ورد صحي؟ مثلا الخلافات ما بين أصحاب المدارس المختلفة وهذه الأشكال، هذا يميل إلى القصيدة العمودية، هذا إلى التفعيلة، هذا إلى النثر، هذا يقول إن النثر قصيدة إلى آخره من هذه الخلافات التي تعلم باعتقادك، هل هي خلافات صحية ومفيدة للمشهد؟ هي خلافات صحية طبيعية أيضا ومثرية ومغنية، ما لم تكن تحت ظل تعصب أو تحيز أو تباغض بشكل على حساب شكل. أحسنت. الأولى أن تكون خلافات صحية. نعم. أحسنت أستاذ حسن. إلى أولى القصائد التي تود أن تمتعنا بها في هذه الحلقة من بيت القصيد وتفتتح بها هذا العدد، تفضل أستاذ حسن، كلنا شوق لأولى قصائدك في هذه الليلة. شكرا لك. أستفتح بقولي: أفتش في قصائد من سقوني لذيذ الحب إسرارا وجهرا، أقارب كأسي المخمور حينا وأحجم خشية الإشفاق أخرى. تبعثر هذه الأوراق يمنى وتصفأ جبهة الإذهال يسرا، وتنزف حالة المزرات عين وعين تلثم الأحلام بشرا. الله. أعينوني لأقرأكم وقوفا لأشرب حانة الإقبال نهرا، أقيموني إذا جفت صلاتي وإن أقواني الإبعاد قهرا، تسور قلبي المخنوق شعر فحرك شهوة الأقلام شعرا. وسيقت هذه الأبيات طوعا إلى جنات من أهواه زمرا، وسيقت هذه الأبيات طوعا إلى جنات من أهواه زمرا، فسلواني إذا أسرت حروفي تسبح بالذي أدنى وأسرى، سلو قلبي ولو نطقت دمائي
أسوق القول والأعراق حشرا. الله الله الله، ما أجملك أستاذ حسن. هذه القافية الرائية التي تقع موقعا حسنا في النفس، إنما تحمل يعني أعباء القهر التي تجيش في صدر الشاعر. حدثنا عن الشعور بالعجز الذي يشكوه الشاعر إلى قصيدته حينما يتملك منه العجز فيبوح بالقصيدة إلى الورق. أنا مع قولهم الألم موئل للشعر. نعم. فكل حالة يعيشها الشاعر، ولا سيما أننا نعيش في آلام منذ سنوات، منذ زمن بعيد، الألم ولد فينا أو أفاض علينا تلك الألوان الشعرية وتلك الألوان الأدبية أيضا. نعم. فلا يستطيع الشاعر أن يعبر أو أن تنفجر في نفسه أشياء إلا بالقلم، فلا يستطيع أن يبحث عن كلماته إلا بالقلم، فلا يستطيع أن يبحث عن آلامه، عن وجدانه إلا بالقلم، فكانت القصائد وكانت الأوراق. أحسنت أستاذ حسن. انطلاقا من تجربتك الشخصية، باعتقادكم هل هناك طرق يعني مثلى للاستفادة مثلا من واقع التواصل الاجتماعي في إثراء تجربة الشاعر أو المثقف بشكل عام؟ هل هذا قابل للتحقق عمليا؟ نعم، لعلي أتحدث عن تجربتي الشخصية في متابعة الشعراء. تفضل. وجديدهم في كل يوم، ولعلي في كل يوم ولو ساعة على الأقل، ثم أن أشركهم ما أقدم من نتاج جديد، وأن أتفاعل معهم في منتدياتهم، في مواقعهم، في صفحاتهم. طالما أن مواقع التواصل الاجتماعي تعددت وتكاثرت، فلا بأس بتخصيص وقت لكل موقع ولو كان وقتا يسيرا. ظهر ما يسمى حديثا بالمساحات الصوتية. نعم. صوتية أدبية، سياسية، اجتماعية، وكثرت في كثرة واضحة المساحات الأدبية حقيقة. نعم. على تويتر أو على مواقع أخرى، فمن المناسب تماما متابعتها والاستفادة والاستزادة منها. جميل هذا جدا. أحسنت أستاذ حسن. ماذا عن الأحاديث التي يصفها أو يصنفها بعضهم أنها مكدرة للنفس، وللأسف يقودها أحيانا مثقفون وشعراء موضوعات ربما ليست في محلها، ليست في وقتها، وربما لا تليق بشعراء ينبغي أنهم الطليعة والنخبة، مثل هذه الأمور أو التصرفات، هل تضر بالمشهد الشعري أو ربما كانت تفيده من زاوية معينة؟ لطالما كان الأدب رسالة سامية. نعم. كان الشعر رائد هذه الرسالة، فلا يليق بشاعر أن يهبط نفسه إلى مدارك سيئة. الشعر رسالة نبيلة تدور مدارة القيم، فأن يدور الشاعر مدار السفاسف الأمور، ذلك من المعيب الذي لا يليق به كشاعر. أحسنت. الاشتغال بالشعر فحسب أو بأكثر من لون من ألوان الأدب؟ يعني دعنا نتحدث الآن انطلاقا من تجربة حسن قنطار، ما الذي تفضله أنت شخصيا ولماذا؟ أنا أفضل أن أوزع نفسي بين الألوان الأدبية، وذلك لأسباب، منها أن هذا التنوع ينقلك من فسحة إلى أخرى. نعم. فالنفس تنقل، فإذا تنقلت بين فسحة وأخرى يزيد عطاؤك ولا تمل أبدا، فإذا فرغت فانصب، تعدي إلى شيء آخر. جميل أن تضع بصمتك في كل لون، أن يكون لك بصمة وتوقيع في كل لون. قد تكبو لفترة في لون واحد، الشاعر قد يكبو في لون واحد أو الأديب مطلقا. صحيح. ويصحو في لون آخر، فلذلك عليه أن يوزع نفسه بين صحو وصحو حتى لا يكبو أبدا. أيضا بالأصل أجدني شاعرا، لا أجدني شاعرا مميزا حقيقة مقارنة مع الآخرين،
لذلك أعدل إلى النثر عندما تمل نفسي الوزن، وأعدل عن النثر إلى الوزن عندما يستقيم أمري مع الوزن، وهكذا. الشاعر يجب أن يكون له بصمات عدة في ألوان أدبية عدة. إجابتك موفقة جدا، وعلى صعيد الشخصي ربما باستثناء أنك تظلم نفسك وتبخسها حقها حينما تقول إنني لا أصنفني أو لا أجد نفسي شاعرا مجيدا أو بارعا، وإن كنت أنا أجدك كذلك، وكثير بالطبع من يستمعون إلى قصائدك يشاطرونني الرأي ذاته. حسن، إلى قصيدة جديدة الآن حتى يحكم الجمهور ما إذا كان حكمك على نفسك فيه من الشطط ما فيه أو كان منصفا، وأرجو أن يكون الحكم لصالح القصيدة لا صاحبها. سأقول هذه القصيدة التي ناقشنا. تفضل. بعضي تراودني الحقيقة فيك سطوا، الله، أعدل فأعدل ما استطعت إلى الخيال. تراودني الحقيقة فيك سطوا فأعدل ما استطعت إلى الخيال. إلى الخيال، وأعلم كم يغازلني اعتلاء، ولكني أضيق مع الجبال، وأقتل صحوة المشكاة خنقا، أثعلب حائرا تحت الظلال، ترى نفسي تئن الآن يأسا، أم الغربان تنعق في رحالي. الله الله. أنا أنادمني أنازلني اضطرابا، وكم أسرفت في علل المآل، وكم أزلفت كي ألقاك سهلا، وتأبى الحال أن تلد استفالي، أقاسمك الليالي، أو لعلي أنادم طيف من وقد الليالي، أقلب فيك أرغفة التشهد، وأرخص فيك جائحة امتثالي. نعم زدني ولا تمنعني حملا، فحمل الصدق أشهى من خيالي. فحمل الصدق أشهى من خيالي. قبل العودة إلى النقاش يا حسن، لابد من التوقف مع هذه القصيدة وشيء من الخاطر الذي دفعك إلى كتابتها. بصراحة، بصراحة تامة، الخاطر أننا نعيش أحيانا بين وهم يعمينا وبين حقيقة تتراءى لنا دائما، فالأولى بنا أن نركن إلى الواقع والحق والحقيقة التي نشاهدها، أما أن نعيش مع وهم الخيال ومع أشياء مغيبة عن واقعنا فهذا من السفاهة يعني حقيقة. أحسنت، ومن الحب. أحسنت. حسن، كيف يمكن أن ينتصر الشعراء للقضايا العادلة في زمن التمييز والعنصرية، هاتان للأسف الآفتان السيئتان، التمييز والعنصرية، اللتان ربما تنصران الظالم على حساب المظلوم، دور الشاعر هنا؟ نعم، في هذا الزمن لا يمكن للشاعر أن ينتصر بقصيدته ولا حتى بديوانه منفردا، فلا بد أن يندمج الشاعر ضمن ما يسمى مؤسسات، منظمات، نقابات اجتماعية وجمعيات أيضا تسقل عملهما عمل جماعي مشترك. نعم. ثم تضبط هذه الأعمال بشكل متزن حتى تصل رسالة ذلك الشاعر، وحتى تكون أمضى في نصرة الحق. أما أن يترك كل شاعر أن يغني على ليلاه ثم يتعصب لليلاه فهذه مشكلة أيضا، فلا نستطيع أن ننصر الحق أبدا بمفردنا. أحسنت يا حسن. من سنن الحياة وكما تعلم أن الظلام والظالمين إلى زوال، ما المطلوب اليوم من الشاعر في طريق مواجهة الظالمين وأهل الظلام بشكل عام؟ الشاعر الحق فائس حاذق. نعم. شجاع لكنه حاذق، فإن كان شجاعا ولديه تلك الجرأة التي يستطيع أن يواجه. حسن، قبل أن تكمل إجابتك عفوا اسمح لي بالمقاطعة، حاول قدر المستطاع أن يعني ترتكز بجلستك إلى الخلف قليلا وأن تثبت ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تفضل إلى الإجابة وأعتذر للمقاطعة. لا مشكلة. كما قلت الشاعر فارس حاذق ذكي
شجاع لديه الجرأة أن يواجه الظالم بظلمه بالكلمة البطولية والكلمة وكلمة الفروسة أيضا التي يمتلكها، وأيضا هو حاذق ذكي يستطيع من خلال هاتين الصفتين أن يتفنن في إبراز مهاراته لفتح الظالم، ولا يكفي أن يصف الظالم فقط، عليه أن يبحث في شعاب الظالم ليظهرها، في خفايا الظالم ليظهرها بطريقة كما قلت لك بتفنن وإتقان وإبداع وكلمة شجاعة أيضا. أحسنت أحسنت يا حسن، وربما هذا يعني يحفزنا على طلب قصيدة جديدة وربما يكون فيها شيء مما تفضلت بطرحه في إجابتك السابقة إلى شيء من الشعر مجددا. تفضل يا حسن. من الشعر. نعم. أقول ما أوجعك. ما أوجعك. وشككت أن أنساك، قل لي من معك، من ذا يغافل دمعتي كي يزرعك، في كل ثانية يئن عواؤها، في كل ذاكرة تصيح تسكعا ما أوجعك. يا الله. من ذا يبدد زحمتي وتجلدي وتصحري وتبعثري وتلملمي كي يجمعك، أو من يحيل سنابلي نيلية دهرا يقنن قوتها كي يمنحك، أو من يؤول مشكلي وتشابهي وتغربي وتشرقي، هل أقنعك وتغربي لا أن أغازل خصلة للشمس ساعة نومها، هو أن أجر غروبها كي تنزوي فأودعك. يا الله. وتشرقي قد قيل فيه حكاية، في كل فصل غصة لا ترتوي، حتى أساقي دمعة من مقلتيك فأفزعك، أحسبت أن أنساك، قل لي من معك. أحسبت أن أنساك، قل لي من معك. معك الإبداع والتميز وحسن الطلة وجميل الأداء وعبقرية المعنى أيضا، وهنا أنا لا أحابيك ولا أجاملك وإنما أصف ما سمعت. وبالطبع كثير من المشاهدين الكرام ربما كانوا يقاسمونني مثل هذا الرأي وهذه الرؤية. حسن، مجددا إلى الحديث عن الشعر والشعراء، أنت تعلم أن الوسط الشعري في زماننا هذا يعني يضج بالكثير من الشعراء والعدد كبير جدا، لكن التجارب ربما تكون معدودة وقليلة إذا ما قورنت بالرقم الكبير لمن يطلقون على أنفسهم شعراء أو يكتبون بشكل عام، حتى لا ننصب أنفسنا هنا قضاء. السؤال هنا، كيف السبيل إلى التميز في ظل وجود هذه الكثرة؟ أقصد تميز الشاعر حتى يجعل لنفسه بصمة منفردة خاصة بعيدة عن التقليد. لا، كما قلت لك لست من أهل التميز حقيقة، لكنني أستطيع أن أقول لكل شاعر بصمته المائزة. أنا لا أستطيع الآن أن أفاضل وأن أنصب نفسي قاضيا لأفاضل بين الشعراء، لكن أعتقد أن لكل شاعر بصمته التي تميزه عن غيره، ولكل شاعر إمضاؤه الخاص به أيضا، مع الأخذ بالاعتبار أن هنالك عدة عوامل تجعل البعض أكثر إبداع، أكثر لمعانا، أكثر رواجا، أكثر تميزا وتألقا من الآخر. ربما يكون مذهبه الشعري الذي يعتنقه يجعله مائزا، أو أن حرصه على بعض القضايا والمثل تجعله أيضا متفرد. عظيم، صدقت، كلام جميل وفي محله. وكثرة النتاج تلعب دورا أيضا في تميز الشاعر إذا أكثر من نتاجه وإبداعاته، ولا أنسى دور الإعلام، ويلعب الإعلام دورا هاما جدا. نعم. في إبراز الكثيرين ممن غفل عنهم الناس. أحسنت أحسنت يا حسن. الآن إلى ما تميل إليه نفسك أكثر، الشعر أو النثر؟
أو ربما كانت نفسك مزيجاً من هذا وذاك؟ أنا كما قلت لك أوزع نفسي بين هذا وذاك، أين أجد نفسي أكتب؟ هل هكذا ينبغي أن يكون الأديب أو الكاتب، أم أنه درب أو أنها درب اختص نفسه بها حسن قنطار وفطن إليها فيما غفل عنها كثيرون؟ لا يشترط أن يكون أن يحقر الإنسان نفسه، أو لا يشترط أن تنطبق هذه الصفة على الجميع. نعم. أنا أتحدث الآن عن تجربتي، فأنا لا أستطيع أن أحقر نفسي وأن أخنق نفسي في موازين الشعر. أنا لا أستطيع أن أكون سجين الخليل دائما، لذلك نعم. أعدل إلى النثريات، إلى المقالة، إلى الخطابة، إلى ألوان أخرى، فأوزع نفسي بين هذه وتلك، لكن لا ألزم غيري بمذهب. لكنك ضد تشويه بحور الخليل، أن يخرج أحدهم مثلا ويقول لماذا جعل هذا البحر هكذا، أو لماذا النغمة في الكامل أو في البسيط هكذا، ويحاول مثلا أن يعدل أو أن يخرج عن النسق. أنت ضد مثل هذه التصرفات التي ربما يعني تكون تجديدا منبوذا إن صح التعبير، مع أم ضد؟ طبعا الأوزان الخليلية مقدسات الشعر، فلا يجوز أن نعدل عنها أبدا أو أن نهجرها أو أن نغير فيها. ما لم يكن هنالك تجوز قال به العلماء أبدا، هذه يعني ثوابت لا نتنازع عليها أبدا. أحسنت يا حسن، الحديث مستمر، رفقتك وأكيد الشعر معك يزيد عذوبة ولمعانا وبريقا، لكن قبل ذلك لابد من الذهاب إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما بقي بحوزتك من قصائد شعرنا الجميل حسن قنطار من سوريا. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من بيت القصيد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من أورفا شعر سوري المتميز حقا حسن قنطار. حيا الله حسن مجددا، أهلا بك معنا في بيت القصيد. حسن، ربما يلح علي سؤال فيه من المشاكسة ما فيه الآن، باعتقادك هل المنتج الأدبي على تعدد ألوان الأدب المختلفة، الشعر، نثر، قصة، مسرح إلى آخره، والرواية أيضا من ضمن هذه الألوان الأدبية وغيرها، باعتقادك هذا المنتج الأدبي هل ينبغي أن يكون عليه رقابة ناظمة لهذا العمل، أم أن ذائقة المتلقي تكفي لتلعب دور الرقيب؟ حقيقة مع احترامي للمتلقي أنا أحترمها جدا، ولكن مع اختلاف منسوبها لكنها لا تكفي لأن تميز بين منتج وآخر حقيقة، فلا بد من خضوع هذا المنتج لرقابة. نعم. مع أسف أنها الرقابة إما غائبة أو مغيبة، فذائقة المتلقي لا تكفي حقيقة، ولا تستطيع أن تقارن بين المنتجات الأدبية أبدا، فلا بد من رقابة حقيقية ضمن لجان، ضمن مؤسسات، ضمن منتديات نستطيع من خلالها أن نفاضل بين منتج وآخر. لكن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة ككل يا حسن، ولعل الثقافة تأثرت في جملة الأمور الحياتية الأخرى التي تأثرت بها مختلف الشعوب في المنطقة، في ظل هذه الظروف لا ترى أن لعب دور من الرقابة على المنتج الثقافي قد يفهم أنه نوع من أنواع التسلط أو الدكتاتورية أو الملاحقة، أم
أنك تعني بالرقابة مثلا أن يكون هناك ضبط وانضباط فيما يتعلق بالكتابة ومسؤولية مباشرة من وزارات الثقافة، هل هذا ما عنيته؟ أنا أقصد الآن هنا الرقابة أن تكون ضبطا أخلاقيا ليس ضبطا سلطويا. نعم. حقيقة كما قلنا نوافذ التواصل الاجتماعي مفتوحة، يمكن أن نضبط هذا الأمر، أن نضبط هذه الأمور بضوابط أخلاقية يتعارف عليها الجميع. نعم. وليست إلزامية ولا سلطوية أيضا. نحن الآن في شتات حقيقة، فلا بد من ضبط هذا النتاج حتى يخرج لنا بشكل نافع ناجع مميز ورائد. نعم. ونحن كلنا طمع إلى هذا الشعر الجميل الذي يخرج لنا بشكل مميز، وإلى قصيدة مميزة من قصائد حسن قنطار، إلى قصيدة جديدة، تفضل حسن. الجديدة أقول فيها أدارت بدرها السياب نحوي، ولست بشاكر خجل البدور، فألقيت القصائد باتزان، وعافتني أضيق مع البحور، وناديت القوافي ويكأني خسرت بوزنك المرمي نوري، فهتفني الخيال على روي لغير الحر، ما رقصت سطوري. تدروش بعد هذا الصد حرف، ومزق بردة الأوزان سور، وهمت على الخواطر من ذهال، فأسكرت الدفاتر من خموري، وزادي حال منثور الحواشي، أرش على غرائبها بذوري، نزاري أرقد الأطياف حول، وقرب في محاجرها نذوري، وغنت في تفاصيل التثني مفاعيلي وما ملأت سرور. أقبل بالقصائد أو لعلي أسيبها لدرب شبه. الله الله عليك يا حسن، ما أجمل هذا الأداء وهذا الإلقاء، وما أنداها من فكرة وجدانية تدغدغ المشاعر وتقع من النفس، أو تقع من النفس موقعا حسنا ترتقي بها لا تقع إن صح التعبير. إلى أي مدى تجد يا حسن، في سؤال جديد، إلى أي مدى تجد الشعراء السوريين منصهرين مع قضاياهم الراهنة ويعبرون عنها بحجمها وبما تستحقه؟ بصراحة بصراحة وللأمانة أنا تذهلني مواقف الشعراء السوريين. عمي. إنهم وقافون عند مسؤولياتهم حد التغالي، يعني حتى أن بعضهم متطرف في وقوفه على مسؤوليته. نعم. لذلك تظهر كثرة كاثرة من المتنازعين حول قضايا الأمة. نعم. أولى بنا أن نضبط هذا 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 السلوك. نعم. تمام، بمنهجية ونية حسنة. حقيقة كلنا ينصر الحق بكلمته، بشعره، بقصيدته، بنثره، فلما المزاودة على البعض؟ نعم. لذلك علينا أن نزاود، كلنا ننصر الحق بكلمة واحدة وقلب واحد. نعم. الآن بشكل خاص وانطلاقا من معاينتك من كثب للمشهد الشعري السوري، واطلاعك ويعني قربك من العديد من الشعراء والمثقفين السوريين في المهجر، وكذلك تواصلك مع الكثير منهم في مختلف أماكن وجودهم، باعتقادك يا حسن ما الذي يحتاج إليها المثقف السوري في هذه المرحلة العصيبة من عمر القضية السورية حتى يصل إلى بر الأمان ويحقق المرجو ويقوم بالمطلوب منه؟ ما الذي يحتاجونه وما المطلوب منهم بالفعل في هذه المرحلة؟ حقيقة يحتاج إلى وحدة الصف، أن يكون المهاجر السوري أو المهجر السوري، المثقف السوري المهجر، في صف واحد، في قلب وعلى قلب رجل واحد أيضا، لأن خندقنا واحد، ولأن عدونا واحد، ولأن مصيرنا واحد. نعم. فكثرة التشتت من العمى حقيقة،
نسأل الله الجمع أن يجمع شتاتنا. أحسنت يا حسن. ربما تحدثنا الآن عن تجربة ناشئة كنت يعني أحد روافدها وعمادها وبناتها، ألا وهي تجربة الجمعية السورية للثقافة والأدب، إن صح وصفها أو اسمها بالنطق، الجمعية السورية للثقافة والأدب. حدثنا قليلا عن هذا الكيان الناشئ في الجنوب التركي من أجل خدمة المشهد الثقافي السوري بشكل عام، تفضل حسن. نعم، الجمعية السورية للأدب والثقافة هكذا هو مسمى العام. نعم. تجمع بين جميع الألوان الأدبية والفكرية والثقافية، ليس على صعيد الأدب فقط، إنما نخرج إلى قضايا الأمة، قضايا وجدانية، قضايا ثقافية، قضايا فكرية، وقضايا أيضا سياسية تعنى بمصير اللاجئ ومصير عودته أيضا إلى بلاده. حاول أن تثبت بجلستك قليلا يا حسن إلى الخلف وأن تقلل من حركتك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأعذرني أنني أقيدك قليلا، لكنني حريص على صورتك الجميلة التي أراها وأنت حريص عليها كذلك. إلى الجمعية السورية للأدب والثقافة مجددا، تفضل، لك أن تكمل وأعتذر على المقاطعة. لا مشكلة، أعذرني على كثرة حركتي، فأنا موسوم بكثرة الحركة يعني. تفضل. ولادتها كانت منذ حوالي 8 أشهر، كانت انطلاقتها الأولى في مدينة في ولاية أورفا التركية، حضرها كثيرون ولها رواج عند بصر عربي. كما قلت لك تعنى بقضايا شتى، ليست على صعيد الشعر ولا على صعيد الألوان الأدبية فقط، إنما على صعيد مجالات شتى أخرى وأصعدة أخرى فكرية وثقافية وسياسية. همنا في الجمعية السورية للأدب والثقافة أن نوحد الكلمة وأن عظيم نوحد المصير أيضا، عظيم، وأن نوجد الناشئة الشبابية وأن نصقلها صقلا مائزا، صقلا إبداعيا صحيحا. نرجو لكم تمام التوفيق حسن الجميل، وإلى جمال الشعر مجددا. هذه المرة ستقرأ شعرا أم نثرا أم مزيجا من كليهما، لك حرية ما تحب أن تقرأه، تفضل. سأقرأ مرثية لم تبكي. لك حرية أن تقرأ ما تحب ولنا حرية السماع، تفضل. أقول في والدي رحمه الله: وأذكر يوم واراك التراب وهدهد قبرك الضام الضباب، تسربلني شتاء في شتائي ومزقني التجلد والغياب. أتذكر يوم واساك التراب تنازعني التأوه والعتاب، تأرجح خافقي وانسل وجدي وراقصني التصاعد والسحاب، وهاجسني من الأعماق طيف هنا رقدت رياحي والصعاب، هنا أزفت مواويل التمن وأعربني التوحد والسراب. فيا سقياك لم أنظرك ميتا، كأني الآن يركل للشباب ويقذفني إلى كفيك وجها، وأعلم كم يحصنني الطباب. تركتك لم أغازلك اضطرارا ولم أقنع بما فعل اصطحاب، عزفتك في رباب فعل حي وليت البر ما عزف الرباب. وليت البر ما عزف الرباب، هذا العزف الشجي الذي يأخذ النفس إلى شيء من الوفاء من أجل من ضحوا بزهرة حياتهم من أجل أبنائهم، ألا وهم الآباء والأمهات كذلك. حسن، الآن إلى حديث جديد فيما يتعلق بالشعر، ولكن بنظرة أوسع إلى المشهد الشعري.
القصيدة العربية كيف لها أن تحافظ على تألقها في ظل هيمنة الفنون الأخرى، وللأسف في ظل وجود السبق لهذه الفنون واهتمام الكثير بها على حساب الثقافة والشعر؟ كيف تواجه القصيدة؟ كيف تصمد؟ وبالتالي كيف تظل؟ أخالفك الرأي قليلاً معليش؟ تفضل، لك أحقية المخالفة الكلية أو الباضية، لا مشكلة. القصيدة العربية برأيي لم تكو أبداً. نعم، أبداً لم تكو، وإن كان هنالك تألق لبعض الألوان الأدبية من قصة ورواية ونثر أيضاً، فلم تزل القصيدة العربية أو القصيدة العربية الموزونة، لا سيما الموزونة، نعم، رائدة الحضور، هي رائدة الحضور كتابة ومنبرا وتذوقا أيضا، فلم تكو ولم تنم أبدا. أنا ما وجدت الشعر أو القصيدة العربية نائمة أبدا، لها محفل كلما كتبت، ولها صولة كلما اصطدح بها منبر، ولها تألق كلما تذوقها متلقي. الآن حدثنا عن رحلتك الخاصة في طريق التألق والإبداع، ما الذي تحلم أن تكونه؟ ما الذي تبحث عنه في طريق الأدب والثقافة والفكر والشعر؟ تفضل يا حسن. الله ذلك، رحلتي الخاصة موسعة بين الشعر وغيره، أميل تارة إلى الشعر وتارات كثيرة إلى النثر والمقال. حدثنا عن حسن البعيد الذي تود أن تكونه قريبا فيما يتعلق بالشعر والأدب، هذا ما عانيته بسؤال، تفضل. حقيقة أنا أريد أن يعرفني الناس موزعا بين هذا وهذا فقط، لا أصبو إلى أن أحتكر لنفسي لونا واحدا، إنما أريد أن ينظر إلي الناس موزعا ملونا، لعلي أضع بصمة في كل لون. نعم. ألا يعني تحدثك نفسك بشيء من الطمع؟ هل يكفيك أن تكون موزعا بين هذا وذاك، أم أنك تبحث عما يتجاوز التوزع فيما يتعلق بنفس المتلقي؟ ألا تريد شيئا أكبر من مجرد أن يقال إنه يجيد الشعر ويجيد النثر؟ أنا إذا قبلني المتلقي موزعا بهذه الشاكلة، إذن أنا دخلت إلى قلبه وأثرت فيه، يكفيني أن أضع فيه بصمة. لا أريد أن يقال عني شاعر ولا أن يقال عني أديب، أريد أن أضع بصمة في قلبه أمام عينيه، وهذا يكفيه. نعم. أحسنت، أحسنت يا حسن. خذنا إلى قصيدة جديدة، لك حرية أن تطرح النوع واللون والشكل الذي تحب. نعم، أقول لها: لا تنهضي ودع النوافذ تحتفي، إني وهبت الريح ختم تفوضي، لا تنهضي ما قلتها متحاملا، هي رعشة المفقود إثر تعوضي، هي بصمة الرحمن وقت ذبولها، خالفت فيها فطرة بتخوضي، فعشقت آلام الفراش لأجلي، وغزلت من حمم الأنين تبعضي، وبنيت من قطع النحول صبابتي، وقذفت في فلك الشحوب تعرضي، لا تنهضي كي لا تحار وسادك، وتدلس الأبواب لمس تحرضي، وتثور في رحم النحيب حكاية هنا رتل المشتاق آية مرغوب لا تنقض. هل في هذه القصيدة القصيرة فكرة تتركز أو ترتكز عليها، أم أنها ليس بالضرورة تحاكي تجربة شخصية للشاعر الكاتب؟ هي وجدانية عامة، لك أن تعزوها بأي نية تريدها. هل ينبغي أن يكون الكاتب صاحب التجربة في كل ما يكتب، أم أنه من الممكن أن يقتبس ويستورد أحاسيس الآخرين؟ هذا السؤال الكوني الذي لطالما يسأل، ودائما نحصل على إجابات مختلفة له.
إجابة حسن فيما يتعلق بهذا السؤال. الأفكار التي تكتبها تمثلك أم ليس بالضرورة؟ قد تمثلني وأكثرها يمثلني وقد تمثل غيري. نعم. فالشاعر يستطيع أن يدخل إلى أعماق الآخرين ليستخرج منهم مكامنهم، وهذا حقيقة، هذا إذهاب، يعني هذه مقدرة أن تدخل إلى الآخرين، لكن أكثر الشعر أن تكتبه من وجدانك، من نفسك. نعم. وأكيد تجربة شخصية. نعم. أن يعمل المثقف، هل أتممت إجابتك يا حسن؟ نعم تفضل. أن يعمل المثقف داخل القطر أو داخل وطنه أمر وإن كان فيه من المشقة، إلا أن فيه شيء من الأنس، أو إلا أن فيه شيئا من الأنس والاستئناس بمن حوله، فيه شيء من الراحة، فيه شيء من توفر الأمكانيات. لكن الأديب الذي يعمل في ديار المهجر أو في المغترب، صف لنا المعاناة التي ربما يعانيها هذا الأديب الذي يحاول أن يجمع الأدباء في المغترب، يحاول أن يعزز فكرة التمسك بالهوية والأصالة التي ينتمي إليها وإن في بلد غير عربي. حدثني عن المعاناة التي ربما تلمستها أنت بشكل شخصي من خلال تنفيذ بعض الأماسي الشعرية والندوات الثقافية، والمعاناة التي وجدتها على الأرض في بلد غير بلدك. تفضل. نعم، حقيقة معاناة كبيرة جدا في ديار المهجر، سيما بعد المسافات بين المثقفين العرب أو السوريين. نعم. اختلاف الأمزجة أحيانا، اختلاف الأمزجة واختلاف الأدمغة في طرح أي فكرة يحتاج إلى جهد كبير جدا حتى نوحد العقول على منهج واحد. نعم. صعوبة في ديار المهجر، وسواء وخاصة عندما تكون لا ليست على لسانك وليست على سجيتك أيضا، تحتاج الآن أن تعاني وأن تبذل جهدا مضاعفا حتى تستطيع أن تجتاز حواجز إدارية، حواجز فنية، حواجز ترجمة، حواجز ترخيص من الدولة المستضيفة. نعم. هذا كله عبء كبير. نعم. لنستطيع أن نقدم نتاجا موحدا للمتلقي العربي. أحسنت يا حسن. إلى مسك الختام والقصيدة التي تود أن تكون مسكا لختام هذه الحلقة من بيت القصيد، نريدها قصيدة مختلفة هذه المرة، مختلفة عن كل ما سبق من النصوص التي ألقيتها. تفضل يا حسن. أخاطب فيها وطني. تفضل. وأنعم بالوطن من بداية ونهاية، ولا نهاية في الأوطان وإنما بدايات مستمرة. مستمر. أقول: ألم يشبع ذئابك صوت جوعي، وعزفي لا تنادمه الذئاب؟ ألم تركع بنات الحلم مني، وسبحك التأوه والغياب؟ يا الله. وعريت القصائد فيك حجا، ليسعى بين خديك الرضاب، وأسكرت الليالي من دموعي، فيرقص فوق جفنيك الضباب. أيا وطنا عصرت اليوم قلبي، فهل أحياك إن جف الخضاب؟ يا الله. ويا أما حليبك حال سما، قتلتني قبل أن يلد السحاب. أيا وطنا عصرت الآن قلبي مجددا، فهل أحياك إن جف الخضاب؟ الله الله. ويا أما حليبك حال سما، قتلتني قبل أن يلد السحاب. تراني أرصف الأفلاك جسرا، وأرويني إذا ضحك السراب، وحقك ما سئمتك رغم موتي، ولن أقصيك لو عز الخطاب. فقل لي إذ فديتك ثم ماذا؟ أترضى أن تساومني الذئاب؟ وقل لي إذ فديتك ثم ماذا؟ أترضى أن تساومني الذئاب؟ لا والله، الوطن المحب لأبنائه لا يرضى أن يساومه الذئاب، ولا أن يسلمهم لأي من ذئاب هذا الكون، الذئاب البشرية التي ربما تستعيذ منها الذئاب الحقيقية. حسن،
الآن لابد من كلمة من أجل الوطن الذي تنتمي إليه وأمنيتك من أجله. وطني الذي طالما أحلم لا بالعودة فقط، لا بعودة إليه، إنما بعودة أمجاده إليه، إنما بعودة الصحوة إليه، إنما بعودة ولادة جديدة إليه. حقيقة لا يستطيع المهجر أن يعود إلى وطن ما زال ممزقا، ما زال مشتتا، ما زال ينتخ. فآمل أن يعود الوطن إلى صبوته، إلى شبابه، إلى فتوته، حتى نعود بنائين نافعين إن شاء الله جميعا بإذنه تعالى. تتحقق هذه الأحلام المشروعة لشاعر سوري أكل الوجع من بدنه وعمره وحرفه ما أكل. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة يا حسن، ماذا تقول في الختام؟ أشكركم على هذه الاستضافة الرائعة، شكراً للكادر الإداري في بيت القصيد وفي قناة رافدين التي أحبها دائماً وأعترف بحبها أيضاً لكم. شكراً لك مصطفى، صديقاً ومقدماً مبدعاً وشاعراً نائزاً أيضاً. شكراً جزيلاً لك شاعرنا السوري الجميل حسن قنطار، كنت ضيف هذه الحلقة من بيت القصيد، ودائماً سنكون على موعد مع الشعر من خلال منبر الرافدين، هذه القناة التي تهتم بالإبداع والمبدعين على امتداد الخريطة العربية الواحدة التي ترفض التجزئة ولا تقبل التقسيم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيدة الأسبوع المقبل بحول الله وقوته. نلتقي وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.